أعلنت وزارة الصحة وبالشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بدء تنفيذ المسح الصحي الوطني الثالث في مملكة البحرين، والذي يستهدف الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق في جميع محافظات مملكة البحرين. وسيشمل المسح عينة عشوائية مكونة من أكثر من 4000 أسرة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز وتوفير قاعدة متكاملة من البيانات الصحية في المملكة، ودعم مشاريع الرعاية الصحية والخطط والسياسات التنموية. وللحديث عن هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة أميرة علي آل نوح، رئيس مجموعة مكافحة الأمراض غير السارية بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة. مساء الخير دكتورة. مساء الخير ومساء النور جميعا عليكم. بداية لو نتكلم عن أهمية هذا المسح الصحي الوطني في تطوير استراتيجيات صحية وطنية فعالة وتحسين جودة الرعاية الصحية في البحرين، وكيف يساهم هذا المسح أيضا في تحديد الأولويات الصحية للمملكة؟ نعم، شكرا لإتاحة الفرصة. ونبدأ بالتعريف. المسح الصحي الوطني هو أحد المسوح الوطنية المهمة التي يتم تنفيذها كل 5 سنوات بالتعاون بين وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وطبعا شركائهم من الرعاية الأولية، ويحظى بدعم كبير من الحكومة الرشيدة بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والقائمين على الصحة في مملكة البحرين بقيادة معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى ورئيس فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد، وطبعا فريق البحرين أيضا بدعم من وكيل وزارة الصحة سعادة الدكتورة لولوة، ورئيس لجنة المسح الوطني الدكتورة سامية بهرام الوكيل المساعد للصحة العامة، ونائبتها رئيس لجنة نائبة الرئيسة السيدة دعاء حربان هي نائبة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات. طبعا هذا المسح الصحي يوفر بيانات صحية ذات صلاحية وواقعية عن المجتمع من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، ويساعد في توفير قاعدة بيانات ومعلومات حول الوضع الصحي للسكان وقياس مؤشرات صحية مرتبطة بمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لربط معايير ومقاييس الخدمات الصحية وفق المعايير العالمية، مما له أثر في تحسين جودة حياة الأفراد، وأيضا في وضع الخطط المتعلقة بالكشف المبكر وقياس معدلات انتشار الأمراض بين السكان، وأيضا تخطيط البرامج الوقائية والعلاجية. نعم دكتورة، لو نتكلم عن أنواع الفحوصات الصحية وقياسة الجسم التي يتم إجراؤها على عينة الأسر المشاركة في هذا المسح. نعم طبعا، بدءا من التنسيق لزيارة الأسر في منازلهم من قبل باحثين يعتبرون كوادر تمريضية تم تعيينها، وملء استبانة مليئة بالمعلومات المهمة عن المعلومات الصحية عن مواضيع يعني صحة الأفراد، وقياس بعض يعني الفحوصات داخل المنزل مثل قياس ضغط الدم والنبض وبعض مؤشرات السمنة، وبعدين تتضمن أيضا إجراء فحوصات مخبرية في المراكز الصحية اللي يتبع عليها منطقة سكن الأسر المشاركة، وعمل فحوصات مخبرية مثل معدلات السكر في الدم صائم أو معدلات الدهون ونسبة الهيموغلوبين وقياس أو فحص النظر. نعم دكتورة أميرة، كيف سيتم استخدام البيانات المستخلصة من المسح لتحديث المؤشرات الصحية وتلبية احتياجات السكان بشكل أفضل؟ نعم شكرا على السؤال. طبعا نتائج المسح الصحي من المصادر المهمة للمعلومات وجمعها وتقييم الوضع الصحي للسكان، وهذا طبعا يتضمن قياس مؤشرات صحية مهمة عن صحة المواطنين والمقيمين ودراسة خصائص وأوضاع صحية للأفراد، تساهم في وضع الخطط ووضع البرامج الوقائية والعلاجية من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة، تحسين جودة الخدمات
جودة الحياة في النهاية إلى المواطنين. وطبعا كل الشكر لجميع المشاركين من الأسر ومن اللي بادروا بالمشاركة، ونتمنى المزيد من المبادرة والتعاون لإكمال هذا المسح الصحي اللي يعني سيستمر في الفترة المقبلة. نعم، الدكتورة أميرة علي النوح، رئيس مجموعة مكافحة الأمراض غير السارية بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.